إلى ذلك أكد سعادة السيد ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة في مملكة البحرين أن ما يجمع البحرين ومصر من علاقات تاريخية وثيقة جاء تجسيدا لرؤية قادة البلدين الشقيقين. هذا وبيّن السفير المصري خلال تصريح خاص لمركز الأخبار أن ما تلعبه مصر من دور مهم في القضايا الإقليمية والدولية يأتي انعكاسا لما تملكه من مقومات ومكانة كبيرة على مستوى المنطقة والعالم. العلاقات المصرية البحرينية بتعد فعلا نموذج شديد التميز للعلاقات العربية العربية وللعلاقات الدولية بشكل عام، ونقدر نحددها في إنها يعني والحمد لله هي العلاقات يعني التي شهدت دوما تطورا، يعني مش بس على مدار 50 عاما الماضية منذ بدء العلاقات الدبلوماسية، ولكن يعني أنا بعتبرها على مدار 100 عام. فبداية هي علاقات متميزة، علاقات نامية كيفما حضرتك ذكرتي، علاقات متشعبة لكافة أوجه التعاون المختلفة، علاقات بتحظى بالدعم والتوجيه الدائم لكل القائمين على تنميتها من قيادتي البلدين حفظهم الله، علاقات أتت بالقيمة المضافة على الشعبين من خلال مشروعات استثمارية، من خلال زيادة التبادل التجاري، وده من وجهة نظري يعني من العناصر المهمة جدا في أي علاقات أيضا أتت بقيمتها المضافة على رعاية جاليتي البلدين. وطبعا يهمني جدا يعني أن أتوجه يعني بخالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء على توجيهاتهم ورعايتهم الدائمة للجالية المصرية، واعتبار الجالية المصرية يعني عنصر من عناصر المجتمع البحريني، واحنا سعداء وفخورين بذلك. دور مصر الإقليمي والدولي طبعا هو دور يعني قائم ومعروف يعني منذ عقود كبيرة نتيجة لحجم بلدنا، دورها، تأثيرها، تشعب علاقاتها الدولية، توافر المناخ المتميز وشراكاتها السياسية المختلفة، تعاونها وتنسيقها الدائم مع الشركاء العرب